السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. تخفيض وإسقاط أعفاء الرسوم البلدية على 1091 أسرة بحرينية. الإدارة العامة للمرور تدعو إلى أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية خلال عيد الأضحى المبارك. هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقر الخطة الوطنية للترددات. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن قيام الوزارة بإنشاء استوديو طلابي في مدرسة وادي السيل بالتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام لتسجيل الدروس للفصل الدراسي المقبل الموجهة لطلبة المرحلة الابتدائية، حيث تم حتى الآن إعداد أكثر من 260 درسا للطلبة خلال الفصل الدراسي القادم. وأكد الوزير أن هناك العديد من الدروس التي تم تخصيصها للطلبة لطلبة الصفوف الأول والثاني والثالث ابتدائي وفق أساليب تفاعلية جديدة لأجل جذب اهتمام الطلبة وضمان تفاعلهم من خلال نظام التعلم عن بعد والقيام بالشرح لهم وعرض الدروس بشكل مشوق بما يتناسب مع الفئة العمرية للطلبة. أصدر المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 1091 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020 العام الحالي. وأوضح الوزير أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة. صرح العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة اتخذت كافة الاستعدادات لانسياب الحركة المرورية خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بوضع خطة مرورية متكاملة تشمل توزيع الدوريات المرورية على الشوارع الرئيسية في المملكة. ودعا مدير عام الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية من أجل سلامة الجميع وعدم وقوع حوادث مؤلمة، وذلك من خلال العناية والانتباه عند قيادة المركبة وعدم القيام بالسلوكيات المرورية الخطرة خاصة في الأحياء السكنية، وضرورة التقيد بالتباعد بين سائقي الدراجات الهوائية وممارسي الرياضة، وتجنب الخروج بمجموعات أكثر من 5 أشخاص، وذلك للمساهمة في الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا. أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي السيد محمد علي القائد أصدر قرارا بشأن اعتماد الخطة الوطنية للترددات. يذكر أن اعتماد الخطة الوطنية للترددات يأتي استنادا على مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات واحتياجات قطاع الاتصالات والمعلومات بالمملكة، حيث أن توزيع الطيف الترددي بطريقة منظمة يساعد على سهولة ومرونة تخصيص الترددات لمواكبة التطور السريع للقطاع للوفاء بالمتطلبات الحالية والمستقبلية. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. مهرجان صيف البحرين 2020 ينطلق الأحد القادم.
أطلق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حملة الصيف بالتزامن مع قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وذلك لتوعية العمال بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس والإجراءات الاحترازية للحماية من مخاطر ضربات الشمس. لكن هذا العام ونظرا لجائحة كورونا، فقد حرصت لجنة الصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحر وبالتوازي مع التوعية بخطورة الشمس أن يكون هناك توعية بخطورة فيروس كورونا وضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي وإيضاح الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة التنسيقية والتأكيد على ضرورة الالتزام بها. في البداية نحب نتوجه بجزيل الشكر للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المتمثل بلجنة الصحة والسلامة المهنية على تعاونهم الدائم وتنسيقهم مع وزارة الإسكان في عمل مثل هذه المحاضرات التوعوية للعمال الموجودين في المواقع الإنشائية. وطبعا هاي الشيء هاي الموضوع له أهمية كبيرة في اتباع إجراءات السلامة الوقائية الخاصة بارتفاع درجة الحرارة والظروف الحالية اللي تمر فيها البلد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي وتنفيذ جميع الإرشادات السلامة المتعلقة بالموضوع. نشكر جميع الجهات اللي تعاونت معنا في حملة الصيف، خاصة تلفزيون البحرين اللي دائما تقوم تغطيتها حق البرامج اللي تكون فيها لجنة الصحة والسلامة المهنية على مدار السنين منذ نشأة الاتحاد في سنة 2012، من عبر زياراتنا الميدانية لحملة الصيف وأهم أخطار الأمراض الصيف، الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وتوعية الجاليات بلغاتهم وتوزيع عليهم بعض الهدايات العينة وكتيبات السلامة والإرشاد. طبعا هالسنه ما تسنى لنا الفرصه ان احنا نقوم ببراكتيكال عمليه حق عمليه الانقاذ، شلون يسعفون المريض لا سمح الله اذا صار دوره الشمس او شيء، فبس مجرد كان كلام بس، لكن تم عليهم توزيع كتيبات تبين شرح وافي حق هاي الامراض، وكذلك تم توزيع بما ان صادف هاي السنه الله يدفع عنا البلاء والاذى مرض الكورونا الكوفيد 19، فايضا تم توزيع كمامات وبعض الجلافزات وارشادهم عن التباعد الاجتماعي وما اتت فيه اللجنه التنسيقيه العليا. فدائما نوصل هاي الامور عن التباعد الاجتماعي، عن غسل اليدين، الطوارئ، دمجناها مع الحمله عسى نقدر نسوي سبورت شوي حق المجتمع وحق العمال، نبيهم سالمين امنين، كلهم يرجعون بيوتهم وديارهم سالمين غانمين ما فيهم اي شيء. مواصلة لجهود الدراسة الاستطلاعية التي أعدها مؤخرا مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بعنوان تأثير جائحة فيروس كورونا وتطبيق نظام العمل عن بعد على صياغة الخطط الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الموارد البشرية، نظم المركز حوارا فكريا افتراضيا من سلسلة ندواته بعنوان ما هي التوجهات المهنية المستقبلية للحفاظ على قوى عاملة مستدامة. وأشرت نتائج الدراسة الاستطلاعية إلى كفاءة عمل الموظفين من حيث الالتزام وكفاءة الأداء بنسبة 78% في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي و82% في القطاع الخاص. تجر الإشارة إلى أن سلسلة الحوارات الفكرية الإلكترونية من مركز دراسات تشمل استضافة المسؤولين والخبراء والباحثين والمفكرين لمناقشة كافة القضايا من منظور استراتيجي بهدف التوصل إلى توافقات بشأن كافة التحديات الراهنة التي تواجه مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة حزمة من المبادرات والبرامج الموجهة لقطاع الشباب والناشئة في فترة النشاط الصيفي الصندوق الإلكتروني، وذلك عبر الفضاء الإلكتروني عن بعد. جاء ذلك بهدف تدريب وتنمية وصقل مهارات الشباب بطريقة مبتكرة ليكونوا الخيار الأمثل في سوق العمل، إلى جانب استغلال أوقات الشباب بشكل محفز. ويعمل الصندوق الإلكتروني على تقديم مجموعة برامج تدريبية متخصصة تنفذ عن بعد بواسطة برامج البث المباشر في مختلف المجالات، كما سيتم توزيع صندوق يحتوي على مواد وأدوات خاصة بكل برنامج، وسيتم إيصالها إلى منازل المشاركين قبل بدء البرنامج لتنفيذ المشاريع الموكلة لهم.
ينطلق مهرجان صيف البحرين في نسخته 12 يوم الأحد القادم الموافق 2 أغسطس القادم، مع حفل مباشر للفنون الشعبية تقدمه فرقة إسماعيل دواز في تمام الساعة 7 مساء في مواقف سيارات متحف موقع قلعة البحرين. وتسعى هيئة البحرين للثقافة والأثار إلى تقديم تجربة ثقافية مع وضع سلامة الجميع على رأس الأولويات، حيث يتاح للجمهور حضور الحفل مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. ويقدم مهرجان صيف البحرين مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار، وتتنوع ما بين ورش العمل الفنية والإبداعية والرياضية، إضافة للعروض الفنية والموسيقية من مختلف أنحاء العالم. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.